إن جزءا من لذة الحياة هي في استماع الأصوات، تأثر الإنسان بقراءة القرآن، يعتمد على في قسم من على صوت جميل خاشع وقراءة الدعاء كذلك، والاستماع إلى حسن الأصوات كذلك. فإذا فقدها الإنسان لا سيما إذا كان من أول عمره، إن جزءا غير قليل من متعة الحياة ولذتها. بعض هؤلاء الذين لا يسمعون يتحدثون عن أنهم يعيشون الصمت المطبق، والصمت إذا كان بشكل مستمر هو مؤذن للإنسان. وكذلك الحال بالنسبة إلى العلم، إن قسما من العلم إنما يأتي من خلال السمع. فيحمد الداعي ربه سبحانه وتعالى على أنه: ربي بما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا. أيها الرجل، أيتها المرأة، إذا ظننتما أنكما محرومان فتذكرا أن أهم نعمة من خلالها تستطيعان أن تلتذا بالحياة وأن تتعرفا على الحياة هي موجودة لديكما: السمع والبصر. وهذا يحملنا أيضا مسؤولية الحفاظ على هاتين الحاستين، الحفاظ على صحتها من جهة، والحفاظ على غضها عما حرم الله سبحانه وتعالى. إذ لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى ينعم علينا بهذه النعمة ثم نعارضه بالإساءة بهما. ينعم علينا بنعمة الإبصار فننظر إلى ما حرم علينا، وينعم علينا بنعمة السمع فنستمع إلى ما حرم علينا من الأصوات والغناء وما شابه ذلك، والغيب والنميمة وأمثال ذلك من الأمور.